بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. الآن ندخل بالآية اللي احنا قصدناها من الأول، هي آية 52 من سورة الأعراف. يقول ربي إن الذين، وهذا قرار إلهي وشهادة إلهية، إن الذين اتخذوا العجلة يعني عبدوا من دون الله وعرف خصاصة وجهالة من يتخذ معبودا له سوى الله، وخاصة المال اللي هو عنده سلطان على أغلب الإنس والجان، سلطان عظيم، وأغلب الناس يتنحرون من أجل الحصول عليه وإن كان عن طريق الحرام. نعود بفضل المولى جل جلاله وعمنا والو بالتمام والكمال.